حد ساعدك مثلا اقاربي؟ لا والله يعني قرايب ما حلا حد يساعدني ولا بس الله وكيلك، حتى القطرات مرات تخلص ما عندي اجيبها، حتى بيال سكران موش يعني. شو طبين بدونك؟ تطلب تساعدني يعني، ما رايدك في شي، بس اريد اشوف، بس اريد اشوف كل شي ما اريد يعني، المرضى حالي حال كل بنية شوفوا هاي. لم يكفي لظمياء المرض والأنين، فهي مسؤولة عن أختين وأخ صغير الذي أصبح معيلها وكافلها بعد فراق الأبوين اللذين أورثا لهما مسؤوليات عضال دون بيت يأويهم أو معيشة تطعمهم. هذا هو واقعهم المزمن الذي يترجم الحال. يعني أنا ما حد يقدر إلا إذا ما هذا وياي يمشي وياي، أو إذا ما أقدر هسه من هنا خطوة ما أقدر، إذا مو حد وياي فبس هي على يعني عندها علاج، بس الظروف ما تسمح. يعني والدي متوفي وما عندي بس أخ يعني ما 90 طالب وأخواتي 2. هي ترى ما عندها معي، بس أنا دائما يعني وياه، تروح للحمام أنا وصيه، للغرفة دائما يعني أنا وياه، للمستشفى أي مكان ما تقدر تطلع بس أنا المعيلة، نطلب المساعدة من الله من الطيبين إن شاء الله. من بغداد أحمد الطاي، الفرات. بحفاوة بالغة استقبل أهالي ناحية الحيرة وطرف الصيرافي بالنجف الأشرف ممثل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد حسن الحكيم